برحب بحضراتكم مرة تانية، وفقرتنا النهاردة الحوارية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي. طبعا هو أكيد يعني بنستمتع معاه هنا في البيت الكبير، منورنا النهاردة كالعادة الكابتن شريف عبد المنعم. أكيد يعني عندنا ملفات كتيرة جدا هنتكلم معاه فيها، واللي أكيد تخص فريقنا فريق النادي الأهلي. كمان هنتكلم عن انطلاق بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. أنا برحب بيك ودايما منورنا كالعادة، وبنستمتع بحواراتك. انتوا منورين دايما ووشكوا حلو علينا. تسلم. ما شاء الله، يعني عقبال الرابعه والخامسه باذن الله وانتوا موجودين معانا، والواحد بيبقى سعيد فعلا ان هو بيجي يقعد معاكم، لانك انتوا بحس فعلا ده البيت الكبير بجد، يعني بقيتوا البيت الكبير بتاع النادي الاهلي. منورنا يا كابتن، طبعا دايما بتشرفنا وتنورنا، وانت كمان يا كابتن اتفرج عليك كل يوم، ربنا يخليك. انت بتقول الرابعه والخامسه، واحنا عندنا 139 بطوله محليه وقاريه. النادي الاهلي النادي الملك. يعتبر النادي الأهلي أحد أنجح الأندية في مصر وإفريقيا، كما يعتبر المارد الأحمر أكثر الفرق فوزاً بالبطولات في كرة القدم على مستوى العالم. فعلى مدار التاريخ نجح النادي الأهلي في تدوين اسمه بحروف من ذهب بفوزه بعدد كبير من البطولات، حيث وصل عدد بطولات الأهلي إلى 139 بطولة محلية وقارية خلال 112 سنة هي عمر القلعة الحمراء التي تأسست في عام 1907. فقد حصل النادي الأهلي على 42 لقباً لمسابقة الدوري الممتاز آخرها عام 2020، ويعتبر هذا رقما قياسيا بالمقارنة بالأندية الأخرى المشاركة في المسابقة منذ بدايتها، كما أحرز 37 لقبا ببطولة كأس مصر آخرها عام 2020، و11 لقبا في السوبر المحلي آخرها عام 2018، و7 ألقاب ببطولة السلطان حسين من 1923 وحتى 1938، و16 لقبا لدوري منطقة القاهرة في الفترة من 1924 وحتى 1959، ولقب واحد ببطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ولقب واحد آخر ببطولة كأس الاتحاد المصري. أما عن البطولات القارية التي حصل عليها فحدث ولا حرج، فقد أحرز النادي الأهلي طوال تاريخه الكروي المشرف 25 بطولة قارية، منها 9 ألقاب ببطولة دوري أبطال إفريقيا أولها عام 1982 وآخرها عام 2020 على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وأربعة ألقاب بكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ولقب واحد ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2014، وستة ألقاب ببطولة كأس السوبر الإفريقي آخرها عام 2014، ولقب واحد بالبطولة الأفرو أسيوية عام 1988، وأربعة ألقاب ببطولة كأس أبطال العرب. وعلى الصعيد العربي حصل النادي الأهلي على كأس العربي للأندية الأبطال مرة واحدة، وعلى البطولة العربية للأندية أبطال الكأس مرة واحدة، وعلى كأس السوبر العربي مرتين. وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادي الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 15 مرة، كان أولها في موسم 1948-1949، وهو أول موسم تقام فيه مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا في الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في الوقت الإضافي بنتيجة 3-1، فيما كان التتويج الأخير بالدوري والكأس معه في موسم 2019-2020 بعدما نجح النادي الأهلي في الفوز بلقب الدوري رقم 42 قبل انتهاء المسابقة بسبع جولات، وفوزه بكأس مصر بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 أمس الأول بنهائي البطولة. وعالمية أصبح النادي الأهلي في صدارة قائمة أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات في القرن 21 برصيد 44 بطولة سواء محلية أو قارية، بعدما نجح في اقتناص 7 ألقاب دوري أبطال إفريقيا
بجانب 13 لقبا بالدوري الممتاز و11 لقبا للسوبر المحلي وستة ألقاب لكأس مصر ومثلها بالسوبر الإفريقي، بجانب بطولة واحدة بالكونفدرالية الإفريقية، ليتفوق على بايرن ميونخ الألماني الذي حل ثانيا في القائمة برصيد 43 لقبا بعد أن حصل مؤخرا على الدوري الألماني 2019-2020 ولقب دوري أبطال أوروبا 2019-2020 قبل أن يحصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضي. كما جاء فريق لينكن ريد أمس قبل طارق الذي حل ثالثا برصيد 40 لقبا وبرشلونة الذي حل رابعا برصيد 34 لقبا وبورتو البرتغالي الذي حل خامسا برصيد 33 لقبا بحسب ما ذكره موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات وتنقلات اللاعبين وأسعارهم. وبإمكان المارد الأحمر تعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية العالمية تتويجا بالبطولات في القرن 21 حال نجاحه في التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية وكذلك السوبر المحلي على حساب طلائع الجيش. مية تسعة وتلاتين بطولة محلية وأفريقية، عايز أخد رأيك في الأرقام لأنها كبيرة كتيرة جدا وتعبر عن رقم واحد النادي الأهلي. والله احنا يمكن احنا بنلعب ما كناش واخدين بالنا من الحاجات دي، ان هاني عارف احنا مطالبين دايما بجميع البطولات اللي احنا بنلعب فيها. من احنا في ناشئين يعني تربينا على المكسب، بس التعادل ده خساره بالنسبه لنا يعني. ف لما زادت البطولات وزادت السوبر وزاد مسابقات العالم المسابقات نفسها، فكان لازم ان احنا بنفس الشكل اللي احنا بنلعب بيه ومؤسسه بتشتغل بيه وكيان واحد يعني فكر واحد، مدرب زي اللاعب زي اي حد بيجي. حتى يعني كنت سامعكم بتقولوا ان لما بيجي اي حد هنا بتبقى مدرب مثلا بيبقى محظوظ جدا يعني. طبعا مجالس الاداره والدنيا تربوا على توفير كل الادوات اللي هي تجعل البطوله في النادي الاهلي. والله يرحمه صالح سليم كان يقول لنا يعني شوفوا مين ياخدها بقى، يعني لو انتم مش عايزينها مش هتاخدوها، نشوف بقى مين عايز ياخدها، انتوا اللي هتفرطوا فيها، هتقرروا مين ياخدها، انتوا اللي بتقرروا مين ياخدها يعني. فالحمد لله طبعا نعمه من عند ربنا جدا ان الواحد اهلاوي، ونعمه من عند ربنا جدا البطولات اللي بتنزل علينا دي كلها، لان احنا نستحقها. ناس بتعمل في صمت، ناس بتتجاوز في حقها كتير قوي، وربنا ما العادل يعني العدل يعني. صحيح. مفيش مجهود بيضيع يا كابتن شريف، مفيش مجهود بيضيع. تلاقينا مش كويسين وبنكسب. انا اقول لك بصراحه ان في رضا علينا من كل الدنيا يعني. والناس بتشتغل، مش عايز اقول لك لو احنا راجل ما بيشتغلش وما بيشوفش شغلي ومش محترف في شغلي ومش حتتي، استحاله هيبقى في المكنه هتطلع قماش يعني. استحاله مش ممكن. انما انا عايز يا دوبك ابقى موجود في البطوله، يا دوبك اوصل مره او حاجه وانا يكفيني شرف ان انا وصلت، يا دوب لا، لازم يبقى في اكتر من كده يعني. في كذا نادي دلوقتي بتصرف عليه جامد قوي، يمكن اكتر قريب مننا او اكتر مننا كمان، ومش قادر يوصل لاي بطوله واحده. لازم ياخد شغل كتير قوي، ولازم يشوف النادي الاهلي بينتهي منين وهم يبتدوا. وده مش عيب، النادي الاهلي ده زي ما كنا بنقول في فرق بتفرغ لمصر لعيبه كتير قوي، احدها واولها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بينجم النجوم، النادي الاهلي هو اللي بيجيب اي لاعب عنده بيحسسه بقيمه البطوله شكلها ايه، لانه ما ينفعش يبقى موجود الا بالبطوله بالتيشيرت الاحمر. وانت بتتفرجي كده بلحظه تحس ان التيشيرت الاحمر هو اللي بيلعب، صح؟ مفيش حاجه تانية. وروح التيشيرت انا ساعات انا ببقى في الملعب حاسس ان انا لو لبست تيشيرت غير التيشيرت ده هتكشف في حاجه غلط. لا لو تعبان هتكشف، لما التيشيرت ده قصه تانية خالص، مش هيحس بيها الا اللي بيلبسها يعني او اللي بيشتغل فيها. عندك حق يا كابتن، وخاصه زي ما بتقوله كابتن محمود الخطيب قال يعني النادي الاهلي هو صانع النجوم وليس العكس. وفعلا يبقى شيء مميز ولاكي جدا كمدير فني تشتغل في النادي الاهلي، بدليل ان موسيماني خلال يمكن شهرين بيحقق
بطولتين غاليين جدا جدا، وخاصة البطولة الأفريقية اللي اتحسبت ليه إن هو كمان أحد المدربين اللي حصلوا على بطولة أفريقيا مع ناديين مختلفين. فرؤيتك برضو لموسيماني خلال مباراة الكاس، والسكاود اللي عندنا بقى لمشوار الدوري اللي هيبدأ مع نادي المقصة بداية من يوم الجمعة اللي جاية. عارفش أكيد هتتفق معايا، هو جاي وعارف هو جاي على إيه، عارف الكيان شكله إيه، عارف النادي الأهلي ده مين. مهما حسن كان ليه سابق مع النادي الاهلي، هو كان محظوظ في وقت من الاوقات على النادي الاهلي في مره، انما هو عارف شكل الجماهير شكلها ايه، شكل الاداره شكلها ايه. لما كان بيجي هنا وبيعمل مؤتمرات صحفيه وكان بيشوف مفيش فرقه في العالم بتقدر تكسب على طول يعني، انما هو حاسس بالدنيا شكلها ايه، فهو مؤهل نفسه لهذا الشكل، طمعان في هذا الشكل، طمعان يكون موجود في هذا الشكل. فالتوفيق كمان عايز اقول لك على حاجه، المدرب كمان نصه حظ، توفيق طبعا من عند ربنا، لازم يكون مدرب ده ربنا راضي عنه وموفقه وبيوديه في حته صح، فهو وبيشتغل كمان بيشتغل يعني، جزء ده الشغل ولسه ما اشتغلش حقيقه، ولسه فرقته ما جهزتش. احنا عندنا كل يوم اعدادات، وكل يوم ناس بتخش، وكل يوم فكر كبير قوي، وكل ما بطولاتك بتكبر كل ما انت بتكبر في الامكانيات، بتكبر في ازاي تخلي فرقتك دي يعني على حلم الجماهير، مش هقول اكتر من كده. الجمهور بيحلم باحسن اثنين فراوده، باحسن اثنين بيلعبوا ديفندرات، التدعيمات لمحمد هاني جنبه واحد باك رايت زي ما كان احمد فتحي موجود، علي معلول ما يبقاش شايل حمل لوحده، نص الملعب ديانج يرجع ويحصل تحرر، وكمان بيشوفوا فرقتهم، الجماهير بتشوف فرقتها بمنظور الامثل او الواحد الاول المثالي المثالي المثالي. خدت بالك ان احنا المثاليين، احنا لو واحد نص نص التاني سوبر رانر جنبه، فما نحسش باي تاثير او اي حاجه. المدرب من حقه ان هو يطمع في هذا الشكل، مانويل جوزيه اتيح له كل شيء في الحياه فابدع، اخذ كل البطولات دي حقيقه، بقى في اليابان كم مره، مرتين او وصل الاهلي وصل اعتقد دي الثالث مره احنا هنروحها ولا لا؟ احنا دي رابع مرة؟ اعتقد دي السادسه، دي السادسه وصلنا خمس مرات كاس العالم الانديه السادسه. شفت مانويل جوزيه عاش قد ايه في شكل يبهر بيه اي حد، وبيلعب مع ريال مدريد، والنهارده انت بتلعبي مع بايرن ميونخ، ولعبنا قبل كده مع مين تاني؟ مع روما، ولعبنا روما والبرازيل، لعبنا مع البرازيل. ف الاهلي الحمد لله زي ما انتم دايما على طول بنقولها بيوفر كل شيء، وفي الاخر بيقول التوفيق من عند ربنا، يعني احنا ما قصرناش في حاجه، مش من النهارده بس، ده من جميع الموروثات بقى، يعني من جميع الناس اللي كانت ماسكه مجالس الاداره، وده بيسلم ده، ده بيسلم ده، بيسلم ده، اللي هو المبدا النجاح. مبدا النجاح، النجاح النجاح. انا ما اقدرش اقعد على الكرسي ده، اللي عندي مسؤوليه كبيره قوي تجاه جماهيري، يعني لما يجي حد لاعب يحاسب نفسه، ما حدش بيحاسب اللاعب الحقيقه، اللاعب يحاسب نفسه بينه وبين جماهيره. النجوميه دي مش اي حد، انت ممكن تلاقي واحد سوبر في الملعب ما اعرفش بس مش نجم، مش عارف يوصل للحته اللي بينه وبين الجمهور، مش عارف يديله الحته اللي هو ايه وهو في الملعب. انا هقول لك على حاجه، يعني ايام يعني كابتن محمود خطيب اسطوره ونجم، ليه كان بينزع من الجماهير؟ صح، لاعب جماهيري بيعمل اللي هو الجمهور قاعد في المدرج ما عرفش يعمله. انا كنت ساعات اروح طاير بدماغي حاطط الكوره في المقص بتاع التاني، وجات لي حادثه ولعبت قليل، ما لعبتش كتير يعني، لعبت لي بتاع 12 13 سنه يعني كويس، انما الكاريزما يا كابتن بتوع. في حاجات عملتها الناس حبتني فيها، فبقيت عايش معاهم لحد النهارده، لحد دلوقتي انا قاعد معاك اهو يعني الحمد لله، الله اكبر. يعني في الجمهور ده هو ده الترمومتر بتاع اللعيبه. النهارده محمد شريف واكرم توفيق والنادي لما خدنا كاس افريقيا بيتصوروا بالكاس، فرحانين قد ايه، هم مفتقدين المكان ولسه جايين فرحانين قد ايه ان هم مش هكلمك على بقيه اللعيبه طبعا اللي انجزت وعملت وبنشكرهم. بدر بنون على سبيل المثال، بدر بنون حس من اول لحظه، وهو لعب كويس اول ماتش كمان طبعا. يعني بنشكره على انه كان عنده الايقاع ده، كان عنده الجلد ده، كان عنده مش هدوء كمان كده، الهدوء يعني بيبقى في عنده هدوء ازاي دي امكانياته في الملعب، مهما كانت لعيبته اللي بيلعب معاها الاهلي، هو بيلعب مع اللعيبه دي، هو كمان في خياله لعيبه الاهلي دي حاجه كبيره جدا طبعًا. ما ياخدش باله بقى في لعيب يعني النهارده مش النهارده
كل اللعيبه جايه لك متعوره يا هشام، كلهم جايين متعورين. محمد طاهر، محمد طاهر نزل يا حبيبي طاهر 10 جرز وقال لك دول اغلى 10 جرز في حياتي. عايز اقول لكم حسين الشحات لما بتكمل الفرقه كويسه وبتبقى في العناصر كلها موجوده ولاعبين 3 4 ماتشات ورا بعض من غير ضغوط نفسيه بقى يعني نخش على الدوري مطلوب نكسب، بس في ماتش ممكن اعوضه. احنا الماتشات اللي فاتت كلها ما فيهاش تعويض، صح؟ نهائيات ما فيهاش تعويض خالص، واللي جايه ما فيهاش تعويض. يعني الحاجات دي النفسيه دي بتفرق مع الضغط العصبي، مع لعيبه على الجهاز العصبي. بس هو يعني هو حسين جنبه جناحه طايره ونص ملعب فايق وبتاع، ما فيش العصبيه، وملعب غير ملعب مثلا كان ملعب تقيل قوي بتاع مش عايز اقول وحش انما تقيل بتاع برج العرب. انما لو بتلعب في الاستاد والكلام ده بتاخد بتفرق، الباص بتفرق، التحرك بيفرق، كل حاجه بتفرق مع اللعيب. فكنت بكلم حسين الشحات، في ناس بيقول لك حسين مش عارف ايه، لا ما هو لما الدنيا كلها بتبقى حلوه الدنيا كلها واقفه على رجليها الاصابات بترجع، كله بيفرق، كله بيفرق مع كله، كله بيشيل كله، ما بيحصلش تعب. يعني تحس ان السوليه بيلعب فترات انما فترات مؤثره. انا برضو لما ديانج موجود هتلاقي سوليه ده حاجه تانية. حمدي فتحي لسه راجع من اصابه، يعني مش هيقدر يوفر الشكل اللي كان ديانج بيعمله. يعني كل حاجه احنا بقالنا سنتين ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، احنا قاعدين نعدي في اصابات وخروج لعيبه ودخول لعيبه ومشاكل بقى وكورونا ومش كورونا وبتاع، وتيجي النهارده تعمل ايجابيه وسلبيه، ربنا يقومه بالسلامه. وليد سليمان يعني عنصر هام جدا لما بتعملي له تتكلمي عنه او تجيبي جواله او تجيبي ده تلاقي حاجه مؤثر، مرعبه، لعيب مؤثر، دي حاجه مرعب في الملعب، بصاحب شخصيه وصاحب اداء. خلاص راجعين بقى هو وديانج كمان، وبنقول الف حمد لله على السلامه. ده اهم حاجه احب اسمعها ان هو بقى كويس. لا لا وخلاص وخرج من المستشفى الحمد لله سلبيه الناس. اسعد خبر وديانج كمان. وديانج كمان بحب اللعيب ده قوي، وبحبش اي حد يكون في هذا الظرف يعني كمان. وديانج باذن الله يرجع ويقدروا يتعافوا ويقدروا موجودين بالشكل. اهي دي البلس اللي بيحصل في الفرقه من غير ما احنا نحس. اللي بيحصل لموسيماني، موسيماني بيكافئ برضو ان في احد اعضاء اللعيب اللي هو بيعتمد عليهم ان هم يكونوا قوامل الفرقه. تحس ان دايما المدرب اللعيب هي الاساس. عندك كهربا في عزه، ووليد سليمان، وعلي معلول، ومروان محسن. يعني مروان الماتش اللي فات بيتحرك وبيعمل كويس قوي. يعني لو قفش حطها له صح الجول الاولاني كان مروان بقى نتكلم عنه. بيضيع كوره مش مهم، بس هو عمل كوره كان ممكن تخش، يعني وعمل اسيست لكهربا، انفورم بيخش انفورم، هتلاقيه بيجيب جوال وبيجيب كل حاجه. ده اللي الناس بتستعجل عليه، ده اللي الناس عندها امل في كل لعيب فيهم. عايزين حسين شحات ده احسن واحد، عايزين مروان يبقى احسن واحد. لو الشكل ده والتوفيق ده بيبقى موجود خلاص. انا اقدر اكلمك بقى عن بطوله العالم الانديه كاس العالم، انا مش هروح هناك وافضل ايه اقول باذن الله هنبقى. انما في شكل معين انت بتتفرج عليه قبل ما تروح بطوله العالم على فرقتك، تقول انا اقدر احقق مركز كويس قوي، اقدر العب واكسب البطوله، مفيش مهنة. انما في وقت المدرب غصب عنه بيبقى قاعد بيدور على الفريق الاساسي بتاعه، التكوين اللي هو هيعتمد عليه. هو ده اللي بيشتغل فيه دلوقتي وهاني عارف، يعني انت عارف ان هو دلوقتي بيشتغل على ويشتغل على الدكه ويشتغل على الاساس، ازاي يوفر في الملعب اللعيبه اللي تقدر تشيله، تشيل اسم النادي الاهلي. كنت بتتكلم في اول كلامك عن موسيماني وبصمه موسيماني اللي لسه يعني في ناس لسه ما حسيتش بيها قوي، لكن احنا يمكن في الـ الكور الثابته، عايز اتكلم عن الكور الثابته. يعني هدف مثلا السوليه في الزمالك ده من كوره ثابته، والهدفين بتوع الاتحاد في نصف نهائي كاس مصر ده كمان كان من كره ثابته افتكر. بصمات موسيماني مهمه قوي كمان، يعني بطوله بطوله لوحدها. انت عايز تتكلم عن قفشه صح؟ عايز تتكلم عن قفشه؟ استوديو كله قالك ببطن رجله، وش بصباع رجله، لا بصباع، قال له هو كده، قال له كده، هو بعت له قويه جدا و 23 يارده وصعب قوي بالبطن رجل، يعني هتطلع عاليه هتروح في المقص الناحيه الثانيه، يعني ما لهاش سبيس ثاني عندنا احنا. انت تحديت كل اللي في الاستوديو كله كان بيقول مش تحدي، لا هي تخدع بالنظر، بالنظر عشان بعيده كمان كابتن. بس انا لاحظت ان عملت باند كمان وهي جايه، فغير من مفهومه في الشوط، فراح بعت لنا تسجيل، قال انا ما اعرفش تسجيل مع برجاوي. قال لك الشوطه يا كابتن بصباع رجلي الكبير من عند اول وش رجلي. ما لقيتش بقى، عدى عبد الرحمن قال لي علم الحركه يا كابتن. كابتن دي بصمه مدير فني،
والجول بتاع الزمالك دي بصمه مدير فني. وجون علي انا وحشني التكتيك بتاع الكورنر ده. وحشني الماتش فات ما شفتوش يعني. انا اتعمل خلي بالك الكورنر كمان اتعمل بكذا طريقه عكس الناحيه الثانيه. يعني في واحده بتاعت ماتش الزمالك اتلعبت فضه بالظبط اللي هو الرش كله بيجري على القريبه فاتلعبت لعمرو السوليه. الكورنر الثاني اللي اتعمل بشكل كويس قوي الجون الثاني بتاع حمدي فتحي في مباراه الاتحاد انها تطلع لبره وتروح على البعيده. بتعليمات. شوف حسين واقف فين. حسين جه هنا اهو عشان يلعبها كده ولعبها نموذجيه الحقيقه على ان هو يبعد عن ايد الجول كمان ان هو يطلع ياخدها. فتنفيذ حاجه احنا بتوحشنا في الماتشات يعني عشان الناس ما تاخدش الفاول اللي هو بتاع الاتحاد ده. هو الشغل ده اللي بيبين شغل راجل يعني شغل موسيماني بيظهر من ده. يبقى تقيم ووشه حلو وخد بطولتين وجاي على بطوله احنا واخدينها اصلا نشكر فايلر عليها يعني دولي. موجود فيكم صاحب اللعيبه فاهم اللعيبه ابتدى واكيد ليه دور وراء في التدعيمات كهربا كمان دوره انت ما استناش عليه ومنزله بدري مش هو بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه لا هو عارف كل حاجه. انا بتفرج عليه لقيته فاهم وقدر يفهم اللعيبه. يا شيخ تفهم اللعيبه دي حكايه ما تمشيش ويتكلموا عليك ظهرك لا يبقى حابينك. لا مستر موسيماني ما يقصدش ان هو ما يلعبنيش لا مستر موسيماني بيحبني. مستر موسيماني دلوقتي عايز في الحته دي المرحله دي الوقت ده انا او غيري كان أو كان كهربا بقى امبارح بيتكلم بالنفسيه دي والله يعني كان كلامه طالع مع بعض كانت نفسيته كده هو بيتكلم من جواه فاهم فرح فاهم وكان يقدر يجيب يعني جون تاني كهربا صحيح ويروح بينا في حته تانية بعيد عن القلق اللي حصل ده كله. وكهربا هيعمل كده بعد كده خلاص والماتش ده حصل له التيست واتفرج على نفسه قال الله طب انا ممكن اجيب جون اتنين واتحركت جوه 18 اتحركت عرضيات واتحركت جوه والناس ساعدوني. ما شفت بقى الفرقه كلها بتبقى كويسه مين اللي لعب له كوره. مروان عمل له اسيست هايل. مروان ملطق تيكوف مش اي حد بيطلع يعمل التيكوف ده بباس ده اسيست بدماغه للراجل بياخدها على صدره ويعديها ويعملها بشماله. دي بقى ده تمن كهربا بعتني الكوره دي ده كهربا. كهربا ما بيطلع بالوينج بالباك رايت وياخد له بره ويروح واخده برجله الشمال تاني واخده لجوه واخده في ظهره ده كهربا. دي علامات لما يبقى في محلل قاعد امسك اتكلم عن كهربا اقول لمس الكره كمان ونجح في كام تمريره ونجح في كام مره وخلق كام فرصه لنفسه وخلق لنفسه لنفسه بقى مش الفرقه كمان يعني ممكن يبقى حواليك ثلاثه وبيرقصوا في ترقيصه واحده. فهو ده كهربا. كهربا الدنيا كلها نفسها انه يدي ادام دقت البطولات بقى ادي نفسك بقى ان المجد كله اللي جاي ده خلاص انت بقى 139 بطوله. في واحد كنت سامعه امبارح انتوا وانتوا متعادلين بتقولوا احنا خلاص شبعنا بطولات وما اعرفش ايه. لا احنا عايزين الاولاد صحيح. عندهم فرصه هائله انهم يعملوا نفسهم. يا محمد شريف ده يخش يندمج يجيب بطوله اللي جايه بتاعت السوبر ان شاء الله. السوبر اثنين سوبر اثنين سوبر. النهارده اشترك اكرم توفيق اي لعيب تاني من اللعيبه اللي هي لسه راجع ناصر يعني ناصر اشترك برضه في اخر ناصر اشترك ناصر حرام يعني جاي وتحت بريشر وتحت وعايز ما هو الحته اللي قدام دي برضو اتعور له طاهر محمد طاهر يعني في حاجات احنا واخدين بالنا منها. الجماهير لا ترحم ليه من عايز التيشيرت الاحمر ده يدب فيه الروح كل ثانيه من يموت واحد يطلع ثلاثه في الملعب بالظبط مالناش دعوه مالناش دعوه ما بيهزروش دول يقول لك ايه اهو فلان زمان كان بينشر انت فاكر فلان لما كان بينزل الملعب يعمل ويسوي المقارنات المقارنات يفضلوا يكرروا مع نفسهم بتاريخ النادي الاهلي الجميل اللي هم عايشين فيه اللي صحيح وحقهم يا كابتن شريف حقهم طبعا ما تمشي في اي حته تقول انا بتفرج عليك وانت قد كده وواحد يقول لك انا بسمي ابنك ابني على ايه اسمك صح. يعني امبارح بكلم حد اسمه استاذ عبد المنعم مسمي اسمه ابنه شريف وامبارح كلمته بالصدفه قال لي انا مسمي ابني اسم عادي. اول ولد شريف عبد المنعم وهاني والتاني قال مين هاني عشاني طبعا هاني شكرا طبعا. هاني رمزي عبد المنعم هاني وقال اسماء تانية كانت تلعب عندنا برضو سما لا ما حب الجماهير ده في ناس كابتن المولود اول ما يتولد بيلبسوه لبس النادي الاهلي صح. بيسموا باسماء اللعيبه حصلت والله في نهائي افريقيا حصلت والله في يعني في كذا حد الجماهير بتحب ناديها بتعشق جماهيرها بتعشق ناديها واللعيب ميلاده بقى والتورتات اللي على شكل النادي الاهلي مش عارف يعمل ايه بصراحه يعني الناس دي تعمل لها ايه غير الفرحه اللي انتوا شفتوها صح عشان كده احنا الفرحه دي بنقفش عشان بقى لها كتير ما اتحققتش عشان الناس فاكره ان احنا عشان بنشتغل في الكيان او انا زي اي حد جمهور اتفرج على النادي الاهلي ف
في مدينه ناصر وزايد و... والتتش بالشكل في التتش والبتاع لما بنكسب. ايه ده؟ ايه الناس اللي في عز البرد وبتتنطط وبتفرح و... ستات وكبار في السن واطفال و... واعضاء. بس هو ده الفرحه دي خدت بالك كانت كبيره قوي صراحه قوي 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 صراحه يعني, يعني مش اللي هي انا بتكلم افريقيا على بطوله افريقيا طبعا طبعا طب. السيناريو بتاع الماتش وال... وشكل المباراه والحاجه لما بتروح منك زي بطوله الكاس كده وترجع تاني تبقى فرحه اقوى صح بربنا رايد لا طعم تاني رايد لك حاجه تماما حاجه اجمل بكتير هو في النهايه افريقيا ده اليوم فضل ماشي عادي انا عمال اقول يوم عادي يوم مش عارفين له حاجه مش عارفين له نهايه أجمل اول ما اتوجت انت باللقب بقى اسعد يوم في حياتي في حياه الجمهور انا خدت بطوله افريقيا كذا مره طلعت منصه وشفت كل حاجه بس اليوم ده مختلف ده اجمل يوم في حياتي دي حقيقه احلى يوم صراحه يعني انك انت تبقى في الغيابات دي كلها وفي الاصابات دي كلها وفي كل حاجه تحديات متحدي وتحديات وتجاوز زي ما بقول لك انا وفي حاجات مش لطيفه بنشوفها وناس ما تستحقش كده وناس محترمين فربنا ينصرك النصره الكبيره دي ها وفي الوعد ده وفي الوقت ده وبالشكل ده يعني دي رساله سماويه فظيعه يعني ان شاء الله عايزين الحاجة. عايزين كمان الرباعيه كابتن الخماسيه رايك ايه كمان في موضوع يعني موضوع لسه كنت بتكلم مع استاذ محمد القوسي في عمليه السوبر الافريقي ولغايه دلوقتي ما تحددش ميعاد وشايف رؤيتك ايه للمباراه اكيد مباراه كمان مهمه جدا في مشوار البطولات النادي الاهلي امام فريق كمان فريق قوي فريق نهضه البركان شايف شايف البطوله دي ازاي و... وقرارات الاتحاد هن يعني هتحدد امتى الميعاد بمعنى اصح يعني في الاتحاد دلوقتي بيعمل شكل الدوري الافريقي يعني لا ده كلام الاتحاد الافريقي انا بتكلم عن الاتحاد المصري شكل الدوري العام ماشي الاتحاد الافريقي هيحددها فين كمان هي متحدده في مصر مهم. هو المفروض كان قرار كان في مصر واتقال ان المباراه خلاص في مصر نهضه بركان اعترضت قال لك انا مش هلعب السوبر الافريقي في الا في مباراه في بلد محايده يعني. بيحاولوا يقتنصوا اي حاجه بيحاولوا ياخدوا نفسهم يحجزوا شكل يساعدهم على البطوله الاهلي ما فرقش معاه الحمد لله يعني احنا اللي طبعا. افتتحنا قصه الوداد واحنا كسبنا الوداد في الوداد وعايز اقول لك حاجه للجماهير بقى والجماهير عارفه هو يعني نهضه البركان اقوى من طلائع الجيش نهضه البركان اقوى من السته اللي بيلعبوا قدام بتوع طلائع الجيش لا لا ها لا فهمتني يعني احنا بنعمل حسابات الفرق كويس قوي انما المفروض كان كاس الكونفدراليه ده يبقى بيراميدز بصراحه يعني امكانيات بيراميدز اقوى بكتير جدا يعني ف خلاص هم خدوا الكاس ويلعبونا هنا يلعبونا في افريقيا يلعبونا مش عندهم معنا فين يعني. مش فارق معانا خلاص حته الموسيماني بقى الحقيقه دي تضاف له وانا بتكلم عليه دايما ان هو تميز فيها لعب في الوداد ضاغط خد المباراه اتفقنا مع بعض هنا ان احنا هنكسب باذن الله وكمان ازاي ما خدتش ال 1000 جنيه ما خدتش بتاعت وش رجله وبطن رجله دي ما خدتش ساعتها الرهان كله جري بقى ما خدتوش صح انا شكلي انا اللي هدفعها برضه لا لا ليه بقى وكابتن ايمن انا عايش مع جبابره وكابتن علامه يهوب فين كان معاكم هاني العجيزي بس صح هاني هاني وعلاء لا الحقيقه اللي طلع ايمن طلع الفلوس طب كويس وعادل عبد الرحمن انا ابراهيم الهول كان جايب لي حاجات معاه من انجلترا اديته نصها والله امبارح كانوا معانا الاثنين امبارح كانوا معانا الاثنين معايا عادي دلوقتي عايز اكلم حاجتي عايز اكلم حضرتك على خاصه النادي الاهلي طبعا او جماهير النادي الاهلي بتتكلم ان احنا لسه ناقصنا سترايكر والصفقات ونتكلم تقييم حضرتك كلاعب كبير وطبعا على درايه فنيه عاليه بالخمس اعارات اللي رجعوا والثلاث صفقات بالنسبه لنا بيكام وبانون وطاهر محمد طاهر دول كفايه لمشوار طويل للنادي الاهلي للبطولات ولا فعلا النادي الاهلي محتاج تدعيمات في بعض المراكز حضرتك شايفها احنا دايما البحر يحب الزياده كويس كل ما عندك لعيبه تقدر في مساله الكورونا دي النهارده ما بتلحقش يبقى في حد كارير ولا حاجه في وسطينا احنا مش شايفينه تبقى حد ياخد منه الفيروس مفيش ما تلاقوش هو ما عليهوش اعراض ولا اي حاجه بس تلاقي حسب التحليل يقول لك حامل الفيروس مش معايا طب هتعمل ايه؟ حلو قوي الناس اللي راجعت دي وناس على مستوى ناس اذا كان ديفندرز او ناس بلاي ميكرز
قفشة مش شايف فيهم من قفشة مش هيقدر شايل الدنيا ويجري باللعيبه ويعمل كده بالشكل ده. لازم يبقى النصر موجود، النصر موجود، حد بيشيل. ممكن تفند لنا مميزات كل واحد سواء من المعارين او الصفقات؟ لاحقا نتكلم عن الثلاث صفقات. اول حاجه صغر السن، نتوفر فيهم كلهم صغر السن حقيقه، ودي اول حاجه بنبص لها لما بنيجي. هاني عارف العدد دي، يقول لك سعر اللاعب ده كام، سنه كام. مبابي بتاع فرنسا ده اعلى واحد في العالم، سعره صغير وراجل مودد يعني، بياخد الكره من جول لجول، فتلاقي اسماء جنبه وهو اعلى من ميسي، اعلى من رونالدو. ليه؟ رونالدو وميسي خلاص بيكبروا سنه او اتنين وهيكرروا هم هيعملوا ايه. فالسن ده عندنا كلهم جايين ما شاء الله، كلهم صغيرين سن، يقدروا بالخبرات ويقدروا بالحياه داخل الملعب وتحت يعني كوبه النادي الاهلي، هم بيتعلموا اكتر، بيشوفوا اكتر. لما يجي لي واحد زي محمد شريف ده من المنتخب جايب جول وعنده معنويات مرتفعه وعنده سرعات وعنده في الحته دي، ما نعرفش انا بكره ممكن العب بمحمد شريف او بمروان، مش كده؟ او الاثنين مع بعض. تعرفيش كل ما بتوفر عندك الفكر بيروح للمدير الفني الاوسع، اللجنه اللي هي بتوفر لك اللعيبه دي ويبقى عندها تستريح شويه ذهنيا، بتعرف تفكر، بتعرف بتعرف تبص. صح، مرونه. مش هيجي لك اقوى لعيبه في افريقيا على النادي الاهلي، كله بيطلع على اوروبا. لان احنا النهارده ما بنسمع 3 4 مليون دولار في لعيب، بنبقى بنستنى بقى، بنقعد نتناقش ومش عارف ايه، هنفكه بثلاث لعيبه، هنفكه باربع لعيبه، طب ده لو جه ده ما، طب انا اضمن منين انه، طب عنده كام سنه؟ مهم هي الحالات دي. فانت طبعا اي حد بيجي لك، احمد ياسر ريان بيجي لك، اي حد بيجي لك من الناحيه دي، ده تدعيم قوي جدا في الفتره دي، لانك انت دقتي اصابات، دقتي الغيابات، دقتي الكورونا يعني، فبقيتي كان هيبقى شكلك غير كده خالص، واحنا لعيبه كوره وفاهمين. انا ما بقى عندي الدكه ورا اتنين فراوده قاعدين بره، صح، وواحد بلي ميكر واتنين ديفندر واتنين اجوال ما شاء الله احنا معتمدين عليهم بيتمرنوا زي الفل، والشناوي قاعد غيرانين منه بيتمرنوا زيه وبيقربوا منه. فدي حاجات بتخلي المدير الفني مش يفكر كويس، يعرف ينام. ما عنديش مشكله، اقدر العب ب 3 5 2، لو عايز العب 2 فراوده اقدر العب 4 3 3 4 4 2 4 2 3 1 اللي هم بيلعبوها دي، يقدر يدور الحكايه كل يوم على حسب الامكانيات اللي عندك. بس كمان هنا كابتن مش بس هيفرق مع موسيماني المرونه العدديه، يعني يمكن حتى كنا بنتكلم في الانترو عن المرونه الخططيه، لما تيجي تعتمد على احمد بيكم مثلا، واحمد بيكم جوكر المفروض يعني بيلعب في كذا مركز، فبيقدر كمان موسيماني يعتمد عليه في اللعب برضو، ده بيريح اعصابه بيخليه ينام وهو مستريح برضو، افتكر يعني ولا ايه؟ ما جاك محمود متولي ويتعور وهو كان عندك زي بيكهام كده، محمود متولي. محمود متولي طبعا كان عنده الحته دي، كان موجود يعني بيكهام، بس كان في محمود متولي وكان بيلعب في الحته دي ومجد. فهو ده ديفندر وديفندر يعني، انت ما تقلقيش، الناس وهي بتفكر وعارفه، عارفه ان هيجي بيكهام كويس، امتى هيلعب، امتى هيبقى له الافكت بتاعه، امتى هيطور نفسه، ممكن تلاقيه طلع لقدام شويه مره واحده. ديفندر ديفندر في وسط الملعب شويه بيزيد، زي ما عملت مع منتخب زي ما عمل مع منتخب الاولمبي يعني. فانت يبقى اللعيب موجود، بس يبقى اللعيب بيتمرن في النادي الاهلي، يبقى اللعيب شايف ايه المتطلبات اللي عليه. وبعدين كل ما قلنا ايه، صغار السن، انا بقولها مش للنادي الاهلي بس، الدنيا كلها ميزه. ولحسام بدري كل ما الفتره الجايه طبعا على صغار السن وعلى فرقه شوي غريب، انت سيف يعني، انت هتبقى في حته ثانيه. ليه؟ لان الفنيات العاليه مع السن الكبير مطلوبه، جواهر في وسط الملعب، بس لازم اطعم بيهم شباب، انطلاقات، باور وجري، بيعوض لي عبد الله السعيد مش قادر يلعب 90 دقيقه، بيعوض لي قفشه، مش لازم بقى قفشه يبقى بيدافع وبيهاجم، لا بيدي قفشه البليفر يعني، حته اللي هي الهجوميه اللي احنا عايزين الراجل الشادو اللي بيجي بيجيب جوال وعملها في المنتخب وعملها معانا مرتين، ويركز فيها ويديله سبيس. عشان بقول لك ايه، ديانج مهم قوي عندنا في الاهلي طبعا، رايح ظهري يعني، فهمتني؟ يعني في حاجات كتيره، كل ما توفرت العدد اكتر من اللعيبه، انا كمدير فني انا كلجنه الكوره مبسوط جدا، انا كمتفرج مطمن. ايام زمان لما كنا نروح نلعب يقول لك انتوا هتكسبوا كام النهارده؟ هتيجي في الوقت ده وهتقولي ايه؟
فلان هيجيب جول وفلان وعلي معلول هيجيب جول. بصي هتبقى فكري في الباك ليفت اللي بيخش لغايه خط السته حظه وحش جدا ماتش الاتحاد. وصل ممكن يجيب منهم جون سهل جدا. بس هي ما شاء الله عليه كمان وعامل اسيست. النفسي بيخليك فجاه تغيري قرارك في ثانيه. وتغيير قرار في ثانيه ده بيفرق كتير قوي في الملعب يعني. فاحنا اللي انت بتقوليه ده احنا بنتمناه. احنا كلنا بنتمناه. توافر اللعيبه في جميع المراكز. يلعبوا بقى نص ساعه، يلعبوا ربع ساعه، ما فيش، ما بقاش عندنا الحته دي. فايلر لغاها وموسيماني لغاها واسم النادي الاهلي لغي اي شيء. انا اتفق معاك تماما يا كابتن. ويعني بعد اذنك اضيف كمان موجودين شخصيه النادي الاهلي والشخصيه الدوليه. لما بنتكلم على شخصيه النادي الاهلي ان طاهر بينزل في وقت صعب وبيعمل شكل لا باس بيه وبيحاول وبيجي له فرص كتير، دي شخصيه النادي الاهلي. نتكلم على بدر بنون، راجل اول مره يلعب مع النادي الاهلي في نهائي كاس مصر ويخش بكل هدوء ويركن ضربه جزاء في وقت صعب جدا، ده شخصيه لاعب كبير. هادي هادي جدا، هادي جدا. فطبعا رؤيتك الفنيه وصغر السن والباور اللي محتاجينه، ان شاء الله عندنا سكواد، عندنا ان شاء الله يعني فريق ان شاء الله قادر على حصد كمان البطولات الفتره اللي جايه بشكل كبير ان شاء الله. تكمله لكلامك يعني سيبوا الناس يشتغل يعني، ما حدش يجي يقول لي فلان لسه قاعد ليه، فلان مشيتوه ليه، فلان مش بتاعتنا يعني. مزبوط. دي بتاعت الناس اللي هي توجوكوا بافريقيا وتوجوكوا بالكاس، هم اللي شغالين في نفس الشكل. لو في اي غلط ولا حاجه ربنا مش هيوفقهم يعني، مش هيكافئهم يعني. ده حقيقي. احنا بنشكرك يا كابتن شريف. انا اشكركم اللي انا دايما ببقى معاكم هنا الحقيقه، يعني مريحين للاعصاب برضه. الله يخليك. الله يخليك. طلعوا على الحاجه اللي عندنا. شكرا جزيلا كابتن شريف. شكرا جزيلا.